رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورنا النهارده في الاستوديو استاذ محمد صادق مدير تحرير جريده اخبار الرياضه. مساء الخير على حضرتك منورنا النهارده. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكي وعلى جمهور اهلي في كل مكان وده نوركم. النهارده طبعا في احداث كتير جدا مهمه حصلت النهارده، وفي احداث طبعا حصلت امبارح، واكيد في حدث مهم برضو يوم الثلاثاء يحصل للنادي الاهلي. يوم الثلاثاء مباراه وفاق سطيف الجزائري، النهارده تم توقيع عقد رعايه النادي الاهلي برزنتيشن سبورت، وامبارح كمان كان في عقد رعايه للنادي الاهلي مع شركه امرو الانجليزيه. خلينا نبتدي طبعا بالحدث الاهم، وهو توقيع شركه برزنتيشن سبورت لعقد رعايه النادي الاهلي برقم تاريخي ما حصل قبل كده في تاريخ الكرة المصرية أو في تاريخ الرياضة المصرية ككل. أولا اسمحي لي أن أنا أقدم التهنئة طبعا لمجلس إدارة الأهلي والنادي الأهلي وجماهير الأهلي على عقد الرعاية الجديد. العقد لي أكتر بمعنى في هذا التوقيت، وبالتأكيد بالتأكيد بيؤكد حاجة مهمة جدا، أن الأهلي قيمة، الأهلي له قيمة كبيرة جدا مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. أكيد طبعا. وأنه الرعاة هم اللي بيقدروا يبقى هم المستفيدين الأكثر من الارتباط اسمهم باسم نادي الأهلي وليس العكس على الإطلاق. أكيد. فالعقد الجديد والمبلغ الكبير اللي احنا سمعنا عنه والمدة 4 سنوات ده بيؤكد شيء طبيعي جدا، الأهلي له مكانته العريقة وله قيمته سواء الرياضية أو على المستوى الإنساني المحترم الكبير للجماهير العاشقة الكبيرة جدا أو القيمة التسويقية للنادي الأهلي. صحيح. العقد اللي تقدم من برزنتيشن او تم توقيعه مع برزنتيشن سبورتس هو اكثر قيمه من العقد اللي فات مع شركه صله ب 20 مليون جنيه. والله هو طبعا بالتاكيد في ناس كثيره جدا بتسال السؤال ده، يا ترى العقد كام؟ انا اعتقد ان هو البعض بيقول هو تجاوز 500 مليون جنيه. يعني في ناس بتقول ب 20 وفي 10 عمرو ب 10 مليون جنيه. يعني تجاوز العقد القديم. صحيح. احنا اولا عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ايا كانت الشركة التي فسخت التعاقد الأول مع الأهلي هي الخاسرة بالتأكيد. أكيد. بالتأكيد والمستفيد برضو النادي الأهلي، ويما تعاقدت مع الأهلي تعاقدت مع اسم النادي الأهلي ومع تاريخ النادي الأهلي ومع جماهير الأهلي. صحيح. وكانت هي المستفيدة، فشيء طبيعي. هو البعض كان واهم أو يظن انه مجرد ان ما يتم فسخ التعاقد يبقى الاهلي هيقع في حسبيس ومش هيبقى مشكله عنده وصدروا ازمه كبيره والكلام من ده، وده اللي حصل انه النادي الاهلي النهارده. صحيح. والتعاقد بهذه السرعه ورعاه اكثر ما قيمه ماديه من الاول فاقل من شهر زي حضرتك بتقولي، ده يؤكد انه ما فيش حد بيجامل الاهلي، ده الاهلي خيره على الكل. صحيح، عندك حق. بالعكس انا شايف ان الموضوع مختلف تماما، الاهلي ما خسرش ولا حاجه، بالعكس يعني الاهلي اكيد هيحصل على حقوقه من العقد اللي فات بالشرط الجزائي، وكمان دخل في خزينته فلوس اكتر او ب 10 مليون جنيه، فلا طبعا اكيد طبعا النادي الاهلي. اعتقد ايضا الاهلي لو كان عايز ثاني يوم يجيب راعي كان ممكن جدا يجيب ثاني يوم، ولكن هو كان بياخد اجراءات قانونيه معينه عشان خاطر حقوقه الماليه لدى الشركه الفاسخة يبقى مضمونة وكل حاجة، وبعد كده بينتقل إلى راعي جديد، وده اللي خلى المدة رغم قلتها شهر لكن برضو بنعتبر أنه إنجاز كبير جدا للأهلي. صحيح. قيمة الرعاية وعقد الرعاية هو 510 مليون جنيه مصري، مش زي ما بتقال 520، هو 510 مليون جنيه مصري، يعني بيزيد عن عقد صلة اللي فات ب 10 مليون جنيه. يمكن هو رقم قليل بس برضو في الآخر بيتفوق وبيزيد عن العقد اللي فاتت، وده طبعا يعني في الاخر يعني بيثبت ان النادي الاهلي هو المستفيد، والنادي الاهلي مش ممكن في يوم من الايام ان هو يقع في كوا، هو ممكن حد يتحكم فيه او في مصالحه او ياثر عليه سلبا. تمام. هو بيؤكد قوة النادي الأهلي، قوته من جميع النواحي وليس من ناحية معينة. العقود الرعاية كتير وممكن جدا تيجي وتروح وتزيد وكده، لكن بيؤكد مكانة وقوة الأهلي، وتوقيت مناسب جدا جدا أنه مفيش حاجة، مفيش حد يقدر يضغط على الأهلي بأي وسيلة. صحيح. من الوسائل الأخرى أو حتى لو كانت مالية، حتى عقد الملابس اللي شفناه امبارح فأكيد يعني برضو بيجي بيتوائم في وقف توقيت برضو الوقت. مناسب. صحيح. جدا يعني ما تاخرناش، كان في ناس ثانيه بتظن ان الاهلي عمال يبحث عن راعي ويبقى معاه موسم لنهايه الموسم يبدا يدور على راعي جديد وهيبقى في مشكله عندهم. لا ولا اي مشكله، طبعا بالعكس. مفيش اي مشكله، واضح
تماما ان من اليوم التالي لفسخ العقد من الشركه القديمه واضح تماما مجلس الاداره عارف هو بيعمل ايه، عارف ان هو الخطوه الجايه هيعملها ازاي، عارف ان هو هيقدر يعوض فسخ العقد ده بعقد اكبر منه او مساوي ليه على الاقل في وقت قياسي. كل الامور دي كلها تؤكد مدى قوه الاهلي. صحيح، وسواء في ملف الرعايه، رعايه النادي الاهلي مع شركه بريزنتيشن سبورتس، او حتى رعايه ملابس النادي الاهلي مع امبرو الانجليزيه، ففي الاخر لو جينا نبص كده للموضوع من بعيد فنلاقي النادي الاهلي تقدم سواء هنا بفلوس اكتر او على الجانب الاخر في ملف الملابس او الشركه الراعيه لملابس النادي الاهلي، فالنادي الاهلي برضو تقدم لان شركه امبرو برضو شركه كبيره جدا، شركه انجليزيه يمكن كانت بتلبس في يوم من الايام منتخب انجلترا. برضه انا ما ببصش للقيمه الماديه حتى ولو كانت القيمه الماديه اقل، لكن انه يبقى فيه شركات تتسابق لرعايه الاهلي ده في حد ذاته شيء كبير جدا ومهم جدا بصرف النظر عن صحيح. قيمه التعاقد. الشركه اللي بيقترن اسمها باسم النادي الاهلي هي اللي بتستفيد في الاخر. هي المستفيده طبعا. صحيح. بالتاكيد. صحيح. طيب يعني في الاخر الموقف اللي اتحط فيه النادي الاهلي، يعني اللي بيحاول ان هو يعرقل النادي الاهلي بالعكس احنا بنقف وبنقوم تاني على رجلينا، وبالعكس احسن وافضل بكتير من قبل كده. طيب نروح بقى لملف تاني طبعا، وهو ملف النادي الاهلي ولقائه الهام جدا ان شاء الله قصاده وفاق سطيف الجزائري في مشواره لحصد الاميره سمراء التاسعه ورجوع مره ثانيه للعب في البطوله المفضله دوري او بطوله كاس العالم للانديه. شايف اللقاء القادم ده هيكون عامل ازاي؟ بالتاكيد مباراه مهمه جدا جدا. الاهلي يمكن موجودة دائما وأبدا الأهلي بيبحث عن بطولة، لكن المرة دي والأهلي داخل بيبحث عن بطولة بإصرار رهيب عكس السنوات الماضية، أنه كان ممكن جدا يفقد الثقة أنه هو ينافس على اللقب لغاية آخر لحظة. المرة دي نقدر نقول أنه من يوم ما جه باتريس كارترونز النهارده خد 7 مباريات قدر ان هو يحقق انتصارات بره وجوه الارض، قدر ان هو يصل اول مجموعته، قدر ان هو يتجاوز دور الثمانيه بسهوله، قدر انه يوصل دور نهائي. مباراه يوم الثلاث بوابه المجد الافريقي بالنسبه للاهلي، لانه الاهلي مجرد ما يصل الى النهائي هيبقى ان شاء الله باذن الله على عتبه الكاس الافريقيه اللي هو دائما وابدا هو صاحب اللقب الرقم القياسي في الفوز بهذا البطوله. فشيء طبيعي ان المباراه بتاعت يوم الثلاث تبقى مباراه مهمه جدا جدا بصرف النظر عن نتيجه مباراه الذهاب. امبارح بعد التدريب واثناء طبعا تناول اللعيبه لوجبه الغداء، كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه واتكلم معاهم واكد لهم على اهميه هذا اللقاء يوم الثلاثاء القادم وقد ايه الجماهير مستنياه، وقعد يحفزهم طبعا قبل اللقاء ده. شفت الكلام ده ازاي؟ يعني كابتن الخطيب مش اول مره يعملها ويقعد مع اللعيبه قبل مباراه مهمه، لا ده هو تكرر منه هذا الامر في توقيتات مناسبه جدا جدا قبل السفر. دائما ما بتكون هذه اللقاءات قبل السفر الى خارج البلاد، مش يعني ما بتكون في مباراه على ارض النادي الاهلي الكابتن الخطيب يمكن مشاغله كتيره وممكن ما بتسمحش ان هو يحضر، لكن يا اما بيكون في الفريق مسافر بيبقى حريص كل الحرص ان هو يقعد مع اللعيبه. وبعدين حضرتك انت بتتكلمي عن ايه؟ بتتكلمي عن قيمه كرويه مهمه جدا، بتقعد مع لاعبين قدوه، فشيء طبيعي جدا انه الحماس والانتماء والحب وكل الدنيا دي كلها بتصب في جلسه واحده بتحمل اللاعبين مسؤوليه وهم طالعين يدافعوا عن اسم النادي الاهلي بره. أكيد. فشيء طبيعي ان هذه الجلسه مش جلسه تحفيزيه ولا جلسه، لا دي جلسه يعني نقدر نقول جلسه معنويه ليها اهميه كبيره جدا جدا قد تغني عن حصص تدريبيه كتيره جدا في الملعب. بالتأكيد يعني. ايه الخطوره اللي ممكن يشكلها فريق وفاق سطيف الجزائري في المباراه القادمه من واقع طبعا مشاهده حضرتك للقاء اللي فات؟ هو طبعا احنا مش هنتكلم عن الخطوره في الملعب لانه الخطوره من الفريق الجزائري بتاتي من المدرجات. صحيح. من الجماهير. الحذر كل الحذر، لانه احنا كلنا عارفين ان الجماهير الجزائريه احيانا بتبقى نوع بتلجا الى اساليب استفزازيه في التشجيع والتعصب والكلام من ده من الممكن ان هو يبقى ليه اثر، لكن اعتقد ان لاعيبه الاهلي بخبراتهم وتاريخهم الطويل في التعامل مع المباريات الافريقيه اعتقد ان هم قادرين ان هم يستوعبوا هذا الامر. واول ربع
ساعة في مباراة مهمة جدا جدا. الفريق الجزائري ليس لديه ما يبكي عليه، وده اللي يجب أن نحذره ونخافه ونلعب عليه كمان، بمعنى صح أن احنا طريقة باتريس كارتيرون طريقة كويسة ومحترمة، ان هو بيهاجم ما بيخافش، بيقدر يحقق نتيجة إيجابية. يعني حضرتك شايف ان سيناريو اللقاء القادم هيكون هتكون مباراة مفتوحة، هتكون مش مباراة هيكون مفتوحة فيها اي هدف للأهلي، هدف للأهلي ايا كان هذا الهدف في الاول في النص في كده هينهي المباراة تماما لصالح الأهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله. طيب الأهلي بيعاني من غيابات كتير، ممكن كارتيرون ازاي يتعامل في اللقاء القادم ده؟ هو الأهلي بيعاني هديله اكتر من 6-7 مباريات، سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في بطوله افريقيا. احنا شايفين الاصابات المره دي، وان كانت المره دي هتزيد اكتر، يعني الاصابات المره دي ممكن تكون مؤثره شويه، خاصه يكون عندك الظهير الايسر علي معلول مش موجود، ده في حد ذاته يعني مركز مهم جدا جدا. لكن اعتقد ان المدير الفني خلاص اعتاد، او الجهاز الفني كله، عشان ما نغفلش حق كابتن محمد يوسف والمجموعه اللي معاه، الجهاز فنعتاد على هذه الاصابات وعلى هذه الغيابات. واعتقد ان مباراه كاس مصر كانت فرصه ان هو يجرب بعض اللاعبين ويديهم الثقه شويه. في شفنا محمد شريف قدر ينزل ويساهم في اكثر من ورقه، ممكن جدا يرجع عمرو السريه، ممكن سعد سمير يرجع يسد العجز اللي موجود في الاصابات في المنطقه الدفاعيه اللي احنا الاهلي بيعاني منها شويه. صحيح. طيب محمد يوسف المدرب العام قال ان الفريق دلوقتي مفيش اي تفكير غير في لقاء وفاق سطيف القادم، ولا صوت يعلو على صوت لقاء وفاق سطيف الجزائري مع النادي الاهلي، واكد طبعا على اهميه اللقاء ده بالنسبه له وبالنسبه للفريق والجهاز الفني وللجماهير. هو طبعا التصريح ده مقصود ان هو اعتقد على ما اعتقد انه مقصود بيه انه ما فيش حاجه في قصص الانتقالات الشتويه ونفوض مين ونعمل مين ومين اللي جاي ومين هيطلع ومين اللي هيخرج، فشيء طبيعي التصريح يعني بيقول ان هو التركيز كله موجود. وانا كنت سمعت في بدايه الحلقه انه هناك نوع من انواع التكتم الشديد على التدريبات. صحيح. وسريه كامله خوفا من الجواسيس وبعيدا عن الجواسيس ايضا لمزيد من التركيز للاعبين. صحيح. التركيز مهم جدا، ان اللاعب ومركز في التدريب هيقدر يتمرن من النهارده الحد والاثنين كمان على ملعب اللقاء، طبعا ده بما تنص عليه لوائح الكاف طبعا، طالما الارض من ترتان فليهم لحق ان هم يتمرنوا مرتين على ملعب اللقاء. ان شاء الله بكره هيكون اخر تدريب للنادي الاهلي قبل طبعا اللقاء الهام جدا. طبعا شايف ارضيه الترتان دي هتبقى ازمه بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو كان زمان ممكن تبقى ازمه لينا او للنادي الاهلي او لاي فريق مصري، لان احنا مش متعودين على اللعب على النجيل الصناعي. لكن خلاص الاهلي اعتاد وطلع ولعب بره، وهو بيدرب فعلا على ملاعب نجيل صناعي عشان خاطر يواجه هذا الموضوع، فشيء طبيعي انه يبقى في نوع من انواع الاختلاف، لكن ده مش هيؤثر كتير جدا على اداء الاهلي، لانه زي ما قلت لحضرتك الاهلي بيمتلك لاعبين اصحاب خبرات، يعني يقدروا يتحكموا في مستوى السرعات بتاعتهم، يقدروا يتحكموا في مستوى الجهد اللي بيبذلوه اثناء المباراه، في التحرك بالكره والحاجات دي كلها، يعني اعتقد خبرات لاعبي الاهلي قادره ان هي تتغلب على قصه النجيل الصناعي. طيب راي حضرتك مين الانسب ليكون مكان علي معلول في اللقاء القادم؟ صبري رحيل ولا ايمن اشرف؟ والله انا من وجهه نظري ايمن اشرف، لانه ايمن اشرف ده مركزه الاساسي اللي هو اجاد فيه في السنوات الماضيه مع سموحه، زائد ان هو برضه ما بيروح المنتخب بيلعب ظهير ايسر، زائد ان هو يعني اذا كان سعد سمير هيرجع لقلب الدفاع فيبقى ايمن اشرف في الشمال او في الجهه اليسرى افضل، باعتباره انه جاهز فنيا وبدنيا وان المكان ده مكان مهم. كمان محمد يوسف قال ان الهدف للنادي الاهلي ان هو يرجع لكاس العالم للانديه، طبعا اللقاء ده هو بوابه النادي الاهلي لكاس العالم للانديه، شايف المشاركه في كاس العالم للانديه قد ايه اهميته للنادي الاهلي؟ لا طبعا اهميه كبيره جدا. انت يعني النهارده الاهلي
صنع جزء كبير جدا من شعبيته وصنع جزء كبير جدا من انجازاته بانه وصل نهائي كاس لمونديال الانديه 3 مرات قبل كده. عمل تاريخ مع هذه البطوله، خد المركز الثالث في 2006، فشيء طبيعي جدا انه ده الهدف الاسمى، واي نادي في العالم بيتمنى ان هو يبقى مع 6 الكبار اللي هم من افضل مدراء الانديه. فده هدف كبير جدا وهدف لا يسعى الى تحقيقه الا النادي الاهلي في مصر بالتاكيد. زائد انه نقدر نقول كل العوامل وكل الظروف المحيطه بفريق كره النادي الاهلي بتدفعه على هذا، على انجاز هذا العمل وعلى الفوز اولا ببطوله افريقيا. احنا النهارده من 2013 ما خدناش بطوله افريقيا، حان الوقت لان الاهلي يسترد اللقب المفضل بتاعه. صحيح. وحان الوقت انه يبقى موجود بالتاكيد في مونديال الانديه. طيب لو سالتك عن باتريس كارتيرون وعن تقييمك لباتريس كارتيرون في قياده النادي الاهلي لحد دلوقتي، هتقول لي ايه؟ انا شايف ان هو موفق جدا في مسيرته مع الاهلي. شايف ان هو عنده طموح ان هو يقدر يعمل حاجه مع الاهلي، ان هو يحقق بطوله. يعني عنده نوع من انواع الحب، يعني نقدر نقول ان مانويل جوزيه كان بيحب الاهلي، وعشان كده الحب ده خلاه يقعد فتره طويله ويقدر يحقق انجازات كتيره. كارتيرون فضل الاهلي وعلى عده عروض اغلى من ناحيه المرتب، هو يجي الاهلي عشان يدرب الاهلي، دفع الشرط الجزائي للنادي السابق عشان يجي النادي. تمام وده يؤكد ان هو عارف قيمه الاهلي، وعارف ان هو كمان ان الاهلي ان هو ما يحقق بطوله مع الاهلي سواء على مستوى قاري او على المستوى القاري بالتاكيد هيفرق معاه هو كمدرب. صح. ويرفع اسهمه في سوق المدربين بالتاكيد، ويرفع راتبه ويرفع كل حاجه، فهو الراجل بيبذل كل جهده. صحيح. وحتى الان انا بعتقد وشفناه عنده يومين او 3 اجازه او 48 ساعه ما بيطلعش فيهم يسافر، لا قاعد ومستني يشوف الدنيا عامله ازاي، ومش عايز يتشتت ومش عايز اي حاجه تطلعه بره تركيزه عشان يبقى مركز في اللقاء القادم. هو عايز يبقى دائما يبقى في بؤرة التركيز، وشايف ان هو اي خروج عن المكان او اجازه او راحه او كذا او كذا او كذا ده ممكن جدا يطلعه من المود بتاع التركيز اللي هو خاص بيه. وهو يعني راجل محترف وشايف مش جاي ياخد فلوس، هو جاي يعمل انجاز ويعمل اسم ليه ويعمل تاريخ مع النادي الاهلي، فشيء طبيعي جدا ان هو يبقى كده. وانا اعتقد ان كارتيرون ما زال لديه الكثير، بس الظروف تتحسن حواليه من ناحيه الاصابات، من ناحيه بعض المراكز اللي محتاجه تدعيم في فتره الانتقالات الشتويه، يعني عشان خاطر المشوار طويل. احنا هنخلص من بطوله افريقيا في شهر 7 ونخش البطوله الثانيه على طول، فيعني هنخلص من دي في شهر نوفمبر ونخش للبطوله الثانيه، لان البطولتين اصبحوا النهارده متتاليتين بسبب تعديل نظام الكاف للبطولات الافريقيه. فالاهلي محتاج لتدعيمات في يناير الجاي. صحيح. وبعتقد انه ايه المراكز من وجهه نظر حضرتك اللي محتاجه ان هي تدعم في انتقالات الشتويه القادمه ان شاء الله؟ هيحتاج صانع العاب برضه، رغم انه موجود فيه عدد كويس وكويسين ومجموعه. هل صالح جمعه يصلح ان هو صانع الالعاب النادي الاهلي بيدور عليه؟ صالح جمعه كل التجارب او كل الفرص اللي خدها اهدرها هو اللاعب للاسف الشديد. يعني الاهلي اعطاه فرص كثيره جدا، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان الاهلي يعتمد على لاعب هو فاقد الطموح او فاقد الاحساس باهميه المكان التي تنتظره في خط وسط الاهلي. فشيء طبيعي لازم موجود، اوكي مفيش مشكله، بس لازم يكون في صانع العاب تقيل يقدر يملى الفراغ اللي موجود، خاصه في ظل الاصابات اللي بتيجي لبعض اللاعبين الكبار اصحاب الخبره، وليد سليمان، ممكن مؤمن زكريا، ما اعرفش القصه ايه الكلام من ده كله. فلازم يكون في لو بنتكلم عن صانع العاب ناصر ماهر كويس، بس لسه برضه صغير السن، هتقدري تيجي في فتره من فترات هتقيميه هتلاقي انه احيانا ممكن جدا من وجهه نظر حضرتك هو ينقصه الخبره، لكن يعني بيمشي برضه بيمشي احيانا على خطى صالح جمعه. يعني في نوع من عدم الالتزام في بعض الاوقات، ما حدش يقول لي لا انت بتتجنى عليه، لا ده الاهلي عطله عقوبه عشان خاطر عدم الالتزام. عدم الالتزام ده بدايه
بدايه ان اللاعب يفقد تركيزه، واذا فقد تركيزه مش هيدي في الملعب، واذا ما غطاش في الملعب المدرب مش هيعتمد عليه. يبقى اذا ناصر ماهر لعيب كويس جدا، لعيب هايل، صالح جمعه لعيب هايل، بس المهم التركيز والالتزام في الملعب عشان خاطر ياخد الدور. انت بتصنع العاب، معناها ايه؟ معناها ان انت قائد في الملعب، مش مجرد لاعب عادي، يعني مش مدافع من ظهير كذا كذا، لا ده انت قائد، يعني انت العقل المفكر بتاع الفرقه. لازم تكون في قمه تركيزك، لازم تكون في قمه الالتزام ايضا. طيب ايه مركز اخر محتاج ان هو يدعم في انتقالات يناير القادم طبعا بالاضافه لصنع الالعاب زي ما حضرتك قلت؟ برضو انا يعني شايف انه راس الحربه لازم يكون فيه راس حربه تاني، لان احنا تاني ولا تالت؟ تاني وتالت. تاني وتالت. لان برضو غياب جميل، عندنا صلاح محسن، عندنا ازارو، وعندنا مروان محسن، وعندنا مروان محسن. فاحيانا وليد ازارو عروض كذا، عروض كذا بتلعب في دماغه احيانا، فممكن تلاقيه خرج من التركيز شويه، غاب عن التهديف. يبقى لازم يكون فيه راس حربه تالت ورابع كمان، لانه ده الاهلي. يعني الاهلي بيلعب في اربع جبهات النهارده. النهارده بيلعب في بطوله الدوري واللقب المفضل ليه وحامل اللقب، ودي مش عايزه كلام. وبعدين طبعا باذن الله في يناير القادم هيكون اجاي موجود في النادي الاهلي. لا احنا بنتكلم على بطولات، عنده بطوله عربيه عايز يلعب وينافس على لقبها، عنده كاس مصر عايز يلعب، عنده بطوله افريقيا ممتده معاه موسمين ورا بعضيهم. فطبعا اجاي حتى لو رجع اجاي لوحده في حد ذاته، احنا بنتكلم عن فرقه متكامله. اذا غاب عنصر او اثنين او ثلاثه للاصابه او للايقاف، يبقى في عنصر واثنين وثلاثه جاهزين يسدوا هذا العكس. طيب ما اتكلمتش عن الدفاع خالص. انا شايف انه الدفاع طبعا اذا ما عاد رامي ربيعه، وده يعني برضو مش يعني، في محمد نجيب عايد من الاصابه، في رامي ربيعه رجع وشارك في مباراه مصريه الاتصالات اللي فاتت. يعني هو عائد يعني خلاص، يعني القصص بالنسبه له. بس برضو محمد نجيب لوحده ما ينفعش، عايزين حد، عايزين برضو انت سليف كيتا. سليف كولبالي عمل فرق كبير جدا في خط دفاع الاهلي، ولكن برضو هناك بعض النقص اللي موجود في خط الدفاع. مجرد ما بيجيب سعد سمير او ايمن اشرف يطلع على الشمال، فبيبقى قلب الدفاع محتاج برضو لاعب مش هنقول على وزن سليف كوليبالي، لكن هنقول انه لازم يكون لاعب متميز. واعتقد شايف مين من اللاعبين الموجودين طيب في الدوري المحلي مكانهم النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه؟ والله انا سامع ومتاكد ويعني متاكد من رغبه اللاعب اولا من اللاعب الاسماعيلي احمد محمود متولي كويس، وهو بيحب الاهلي وعايز يلعب الاهلي. والاسماعيلي طبعا امام رغبات لاعبين ما بيقدرش يقف، خاصه اذا كان يحق له ان هو يوقع في يناير الجاي. فشيء طبيعي ان اللي بيسعى الاسماعيلي ان هو يستفيد من مثل هذه الصفقات. واعتقد ان في نوع من انواع يعني قراءة الوضع، انه الاسماعيلي متقبل لهذا الامر، وانه في صفقات تبادليه ممكن تتم، وان في مبلغ مالي ممكن يتم. كل ده هيدعم دفاعات الاهلي، وهو ده اللعيب الوحيد اللي ممكن يبقى كويس في الدوري المحلي ويبقى يفيد الاهلي في المكان ده. غير كده مش شايف ان في لعاب اخر ممكن يفيد التدعيمات محليا، يعني يفيد التدعيمات القادمه للنادي الاهلي في يناير؟ لا ده الجهاز الفني طبعا بيبقى عنده بقى رؤيه خاصه، وهو يقدر عارف. لكن انا بتكلم على الثلاث مراكز المهمين دول، واذا ما تم تدعيم ثلاث مراكز دول في يناير، يبقى الاهلي ان شاء الله هيبقى ليه شكل متكامل ومتناسق، ويقدر يكمل في البطولات الاربعه بخطه جيده جدا جدا. طيب عايزين نروح للدوري المحلي، شايف ايه الظواهر اللي حصلت جديده في الموسم الحالي؟ ما هو احنا ما في لا حديث لاي مشجع او لاي متفرج عن الدوري المحلي الا عن اخطاء الحكام. صحيح، هي دي الظاهره الوحيده المقلقه. الظاهره الثانيه واللي احنا بنحذر منها وحذرنا كتير جدا، انه المهاجمين الاجانب اللي هم هداف الدوري دلوقتي، صحيح، هم دول الخطر الكبير، مش على منتخبنا الوطني، على منتخب مصر الاول. صحيح، بالتاكيد على منتخب مصر والمنتخبات الاخرى. خلي بال حضرتك برضو ان انت لو عندك مهاجم واثنين وثلاثه صغار السن بيروحوا المنتخبات، المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، وبعدين المنتخب اول. فانت اما بتجيبي مهاجم او اثنين او ثلاثه عندك اجانب وبتحطيهم في الفرقه، معناها ان انت بتجيبي ثلاث فرص على اللاعبين من
المصريين اللي هم ممكن جدا في يوم من الايام يبقوا في منتخب مصر. دي الظاهرتين دول هم اللي بنحذر منهم. والتحكيم دي ممكن ظاهره تفسد الدوري. المهاجم الاجنبي هو بيأدي بيحرز اهداف بيمتع الناس ماشي اهلا وسهلا بنتاقلم على الموضوع. لكن التحكيم وازمته هتحل ازاي بقى؟ تقنية الفار ممكن تحل من مشاكل التحكيم المصري؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه. يعني احنا من اقل من شهر كان في ندوه كبيره جدا في اخبار الرياضه عن ازمه التحكيم، وكان في خبراء ومتخصصين وحكام سابقين ومسؤولين كانوا حضروا هذه الندوه وطرحوا كل الامور دي طرحت على الطاوله. مش تقنيه الفار لوحدها هي اللي ممكن جدا تحل ازمه التحكيم، لا ده احنا منظومه كامله تبدا من التدريب والتثقيف وتهيئه الحكام نفسيا وبدنيا وتنتهي بالوسائل المساعده اذا كان حكم خامس اذا كان الفار اذا كان اي وسائل اخرى. يعني ما نقدرش نجزأ الموضوع ونقول ان الفار هي اللي تحل المشكله. الفار ممكن تحل مشكله في الملعب، تحل ازمه هدف، تحل ازمه ضرب الجزاء، لكن لازم الحكم يبقى مركز ويبقى صاحي ويبقى فاهم القانون، والحكم المساعد بيبقى برضه مركز مسترحان. اذا كنا يعني هي كل القصص كلها منظومه متكامله صحيح. ودي تتطلب من اتحاد الكرة وليس لجنة الحكام. بقول ان العاتق بيقع على اتحاد الكرة، ليس عصام عبد الفتاح وحده رئيس لجنة، ولكن كل اتحاد الكرة عليه ان هو يبحث عن منظومة متكاملة لإصلاح التحكيم بشكل عاجل، لان الموسم زي ما اتفقنا ممتد وهيخلص ده هيخش الموسم الثاني، واحنا مواسم مضغوطة وكل 3 ايام بتتلعب مباراة اما دوري اما وبعدين يمكن في الدور الثاني من الدوري المصري ممتاز هتكون المنافسه برضه مشتده، فالاخطاء دي هتعمل كوارث اكبر. وممكن جدا يبقى في جمهور اكتر، يعني صحيح. اذا ما صارت الخطه اللي موجوده انه زاد عدد الجماهير في الدور الثاني فيبقى في ضغوط اكتر على الحكام، يبقى في اخطاء اكتر، في منافسه بين الفرق اللي بتتنافس على الصعود على القمه، في فرق بتتنافس على عدم الهبوط، فكل ده هيبقى في نوع من انواع التوترات. فاذا كان النهارده فرقه بتسكت على خطا حكم ما بتحتاجش حركه الجزاء بشكل لائق او اي حاجه، فلكن في الدور الثاني هنلقى الاحتجاجات اكتر، وهتبقى الاحتجاجات من خارج الخطوط اكتر من داخل الملعب، فدي بنحذر منها. ويا ريت ننتهز اي فرصه اسبوع توقف دوري زي اللي كان موجود في البيت وناخد الحكام ونعمل لهم معسكرات، نعمل لهم معسكر اسبوع كامل، يبقى بدنيا وفنيا ولياقه وكل كل كل الامور دي كلها صحيح. عشان نجهزهم للمرحله الجايه. طيب. عايزين نروح كده نشوف الناس ردوا علينا ازاي طبعا على موضوع الرعايه اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه، رعايه نادي الاهلي وشركه برزنتيشن سبورتس. سالنا الجمهور انتوا شايفين العقد ده ازاي او شفتوا الحدث المهم ده ازاي، وان النادي الاهلي النهارده حصل على اكبر قيمه في عقود الرعايه في تاريخ الرياضه المصريه. محمود شاهين بدوي قال لنا السلام عليكم محمود من الشرقيه، ارى ان هذا العقد ممتاز جدا ويا رب يكون الاهلي موفق دايما وتكون رعايه متميزه وناجحه. ايه كمان بتقول حاجه منتهى العظمه، ضربه قويه من النادي الاهلي لاي حد فاكر انه يقدر يبيع ويشتري في النادي. علي مناع بيقول ضربه معلم لشركه برزنتيشن، ضربه موجعه لمن يظن انه يعاقب الاهلي. كمان احمد اسماعيل بيقول من وجهه نظري انه عقد متميز مع شركه كبيره ورائده في مجال كره القدم المصريه باكبر قيمه في تاريخ كره القدم المصريه، بنرحب بكل من يقدر قيمه وقدر النادي الاهلي. محمد طه السيد بيقول شركه محترمه جدا. محمد كامل راجل محترم، كان نفسي الاهلي يتعاقد معاه من زمان. محمد كامل ما كانش مصدق، قال لو مت كده حققت حلمي ان الاهلي انه الاهلي يا ساده. الكلمه دي كانت مؤثره جدا يا استاذ. مؤثره، وانا كنت حاسس ان هو يعني تكاد الدموع ان تفر من عينيه، يعني هو بيتكلم في حسيته مش قادر يتكلم صحيح، لان هو ده شعوره. واحيانا المشاعر ما تقدريش تكبتيها في موقف زي كده، فاعتقد ان هو كان موفق كتير جدا جدا في الكلمه اللي قالها، وموفق ايضا في التعبير عن السعاده اللي هو عايشها. واعتقد انه فعلا شركته حققت خبطه كبيره جدا، ويعني طفره هتبقى ليها
آثار كبيرة على الشركة وعلى إن هي تتوسع أكتر وأكتر وتاخد رعايات أكتر. صحيح. كمان الجوهري بيقول أرى إن الأهلي دايما كبير وده بزنس، لو الشركة تعلم إنها مش هتكسب أضعاف الرعاية ما كانتش تدخل وتحصل على الرعاية بكل فخر. الأهلي أنضف حاجة في مصر. محمد أحمد بيقول إن شاء الله تكون وش الخير علينا، عايزين نشوف احترافية أحسن من الأول وأداء في تنفيذ الحاجة بسرعة. محمد حسين بيقول هذا ما يستحقه الأهلي، أفضل وأعرق نادي في أفريقيا، أهلاوي وأفتخر. محمد بيقول العقد ده يعتبر رد قاسي على كل مشكك في مجلس الإدارة الحالي. سلامي، بشكرك جدا يا محمد. خلدون بيقول الأهلي مش مجرد نادي، الأهلي عنوان للحياة وحياة لكل من عارف معنى الحياة، الأهلي بسمة وفرحة، الأهلي مبادئ للي يعرف قيمة المبادئ، الأهلي قيمة تعجز الكلمات عن وصفه، لما تعرف قيمته ترفع راسك فوق دايما لأنك غير. عشقي للأهلي منذ أكثر من 35 سنة وكل يوم بعشقه أكثر دايما وأبدا، الأهلي فوق الجميع ومزيد من البطولات بإذن الله. ده خلدون من الأردن، ده محب أردني للنادي الأهلي. وكمان من تويتر مها بتبعت لنا بتقول العقد أثبت الأهلي كبير، مجلس إدارته عارفة هو بيعمل إيه ومش بيقفوا على حد، وتعاقدوا مع أمرو برزنتيشن في أقل من شهر من انسحاب الشركات التانية، الأهلي في حتة تانية خالص. كمان أحمد عبده بيقول مساء الخير، أرى أن هذا العقد صفعة كبيرة لكل من ظن أنه يستطيع تحدي نادي القرن وأن يحاول المساس به وبرموزه، ولكن الأهلي أكبر من كل التحديات، ورعاية الأهلي هو حلم بالنسبة لأكبر الشركات. مبروك على برزنتيشن وعلى مدير الشركة المحترم أستاذ محمد كامل. واضح أن الناس سعيدة جدا بالجملة اللي قالها أستاذ محمد كامل رئيس مجلس شركة برزنتيشن سبورتس النهاردة، أثرت فيهم حقيقي. ياسر مأمون كمان بيقول ألف مليار مبروك على النادي الأهلي، أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي صانع السعادة. محمد هلال بيقول شركة محترمة، كل من يرتبط اسمه بالنادي الأهلي هو الرابح الأكبر. علاء الجنيدي بيقول أحلى وأجمل مساء عليكي، دايما الأهلي يصنع تاريخ خاص لنفسه والأعضاء والجماهير، والأهلي غير غير غير. كمان عمار عربي بيقول عقد يثبت للجميع أنه شرف لأي حد أن يرتبط اسمه باسم النادي. دعاء بتقول ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، طبعا ده أكبر دليل على أن النادي الأهلي كيان ما فيش أعظم منه. محمد عبد الستار بيقول مساء الخير يا شيماء، التهنئة توجه للسيد محمد كامل وشركة برزنتيشن لارتباط اسم الشركة باسم أكبر نادي في الشرق الأوسط النادي الأهلي. الحمد لله ربنا عوضنا، صبر مجلس الإدارة خير والقادم إن شاء الله أفضل. محمد يقول شركة برزنتيشن سبورتس رعاية الأهلي دائما الكبير يحكم. أميرة رمضان بتقول مساء الخير، العقد ده أثبت أن الأهلي يحكم، الأهلي كبير والمجلس هو عارف بيعمل إيه وعارفين مصلحة الأهلي كويس جدا، مبروك لأعظم نادي في الكون. دي كانت بعض الآراء الخاصة بجماهير النادي الأهلي النهاردة بعد توقيع عقد الرعاية ما بين النادي الأهلي وبين شركة برزنتيشن سبورتس. زي ما قلنا طبعا ده العقد الأكبر والأغلى والأعلى في تاريخ الرياضة المصرية ككل. شوف يا أستاذة، الأهلي بجمهوره العظيم، جمهور الأهلي هو ده اللي حضرتك بيقول كلمته في التوقيت المناسب، ده هو ده جمهور الأهلي اللي عارف قيمة الأهلي وعاشق للأهلي، فشيء طبيعي الكلام ده بيطلع من القلب بيجي عبر وسائل الإعلام كل في أي مكان. فالنهاردة ردود الأفعال الخاصة بهذا العقد هيبقى لسه ردود الأفعال تتوالى بكرة وبعده، والناس هتتكلم كتير جدا عن هذا العقد، إن احنا بنتكلم النهاردة بعد 3-4 ساعات من توقيع العقد. شوفي الميديا بكرة هتبقى مختلفة تماما، الناس صحيح. كلها هتتكلم إيه بكرة، لأنه الناس برضو الحدث بسرعة ملحقش، لكن عندنا الصحافة المكتوبة بيبقى مؤثرة للغاية، ما زالت مؤثرة للغاية الصحافة الرياضية. هتشوفي بكرة ردود الأفعال، هتشوفي مدى السعادة اللي هتبقى موجودة في وسائل الإعلام المحلية صحيح. والعربية أيضا، وهتبقى فيه أكيد. سعادة أكتر أكيد. في الصحف العربية والسعودية على وجه التحديد. أكيد. طيب معنا دلوقتي أستاذ محمد مراد الناقد الرياضي، هيقول لنا أهم وأبرز قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة النهاردة في اجتماعه. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. مساء الخير يا شيماء، وبرحب بيك وبرحب طبعا أهلا بحضرتك محمد صادق. اهلا بحضرتك معانا، عايز اعرف من حضرتك ابرز القرارات اللي تم اتخاذها النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. انا
يعني هو كان النهارده اجتماع بخصوص وديات المنتخب في شهر صحيح. نوفمبر، يعني المنتخب يخوض ماتشات وديه ولا لا، يعني كان في عروض سمعنا في عروض من الارجنتين وفي عروض من البرازيل، لكن المنتخب اجل الموضوع ده او اجل حسم الموضوع ده لعده ساعات، ان في عروض وصلت المنتخب الفتره الاخيره تاني او وصلت اتحاد الكره الفتره الاخيره وطبعا هيشوفوا الماتشات تتلعب فين، سواء هو غالبا بره، مش هيبقى في ماتشات هنا في القاهره او في مصر تحديدا، يعني معظم الماتشات هتبقى بره، هيشوفوا طبعا الدول الاوروبيه المتاحه عشان التاشيرات والحاجات دي وسرعه انهائها، طبعا الوقت بقى ضيق، يعني لغايه دلوقتي حوالي اقل من 20 يوم الماتش خلاص اتحدد هيبقى يوم 19 او 20 نوفمبر، ماتش تونس طبعا كلنا عارفين ان هو يبقى يوم 16 في برج العرب. صحيح. يعني باقي القرارات يعني ما مش مهم، يعني ما فيهاش حاجه مهمه قوي، يعني هو طبعا حضور حازم امام وعدته لحضور اجتماعات اتحاد الكوره بعد اكثر من ثلاث او اربع جلسات. طبعا كان في مشكله هتواجه اتحاد الكره او حازم امام تحديدا، ان هو غيابه عن اكثر من جلسين كان هيدخله في مشاكل مع اتحاد الكره، ان هو يعني ممكن ما كانش يكمل او يحصل، كان في بعض الاعضاء بيطالبوا ان هم يسحبوا الثقه من حازم امام، بعض الاعضاء طبعا يعني، لكن هو حازم امام انهى الموضوع وانهى، كان في خلافات بينه وبين بعض اعضاء مجلس الاداره وتحديدا الكابتن هاني ابو ريده، كان في خلافات في وجهات النظر، لكن كابتن حازم خلاص يعني النهارده حضر الاجتماع. في برضه كابتن مجدي عبد الغني مشرف على فريق 2001، وده طبعا اتحاد الكره رجع تاني ان بيخلي الاعضاء يبقوا مشرفين على اللجان، عكس ما كان بيتقال في اول المجلس ان مش هيبقى في اشراف على اللجان، لا دلوقتي الاعضاء كلها مشرفين على اللجان، اسامه عبد الفتاح مشرف على اللجان الحكام، منتخب اول كابتن هنا بريده موجود، احمد مجاهد موجود معاه في المنتخب الاول، دلوقتي مجدي عبد الغني مشرف على منتخب 2001. في طبعا اهتمام دلوقتي بدوري مراكز الشباب ودوري المدارس، وفي حاجه اسمها دوري الاكاديميات، بعض الاعضاء هيبقوا مشرفين على الحاجات دي بالتنسيق مع اتحاد الكوره. طبعا تاجيل تشكيل الجهاز الاداري او تحديدا عوده ايهاب ليطا للمنتخب الاول، في بعض الاعضاء او تحديدا الكابتن هاني ابو ريده كان بيطالب بعوده ايهاب ليطا كمدير للمنتخب. في بعض الاصوات او بعض الاعضاء رافضه لعوده ايهاب ليطا، لكن ده تم تاجيل او حسم موضوع ايهاب ليطا للاجتماع المقبل. في طبعا اتحاد الكوره يعني كلف حازم امام وسيف زاهر ان هم يعملوا فيلم تسجيلي كده عن انجازات اتحاد الكوره الفتره الاخيره، وهيتم عرضها في الجمعيه العموميه المقرره يوم 31 او 31 اكتوبر بحضور اعضاء الجمعيه العموميه. طبعا اتكلموا النهارده في موضوع اجيري، وان بصدد صدور او في حال صدور حكم التأجير، ان هو في القضيه اللي كان القضيه المشهوره ان هو في تلاعب في بعض النتائج، قال لك لغايه دلوقتي ما فيش حاجه جت من الفيفا والراجل مكمل عادي، واحنا على اتفاقنا قبل كده ان هو لو حصل اي حاجه مع الراجل هيرجع الفلوس اللي خدها وهيتم انهاء العقد، وهيتم ساعتها هيبقى طبعا اتحاد الكره في موقف لا يحسد عليه طبعا. طبعا اكيد جداً. اكيد ربنا يستر يا رب. بشكرك جدا استاذ محمد مراد الناقد الرياضي، وده كان معانا تفاصيل لاهم اللي حصل النهارده في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره. بشكرك جدا استاذ محمد صادق مدير تحرير جريده اخبار الرياضه، نورتنا النهارده في الكلام في الميديا. انا بشكرك ويا رب مزيد من التقدم والنجاح والانتصارات والبطولات للاهلي ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 حلقة جديدة من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.